مبين من جهة الرصاصة إنه السائق هو اللي قتل الشرطي المرافق. حدا منعرفه؟ ما نو السائق تبع كل مرة، أخده من قدام مديرية الأمن وجابه لهون. كيف بقى؟ شفتوا تسجيلات الكاميرا؟ إيتيك شافهم. وغيره؟ غيره نتوقع يكون انتقل على سيارة تانية وعم نتفقد أثر الدواليب. ما رح نستفاد شيء. مندور محلش؟ ايه طبعا بدنا ندور، بس اللي عمل هيك بيكون جهز خطة. هلأ لازم نلاقي ألتان، إذا وصلنا له منوصل للمدير. يا شباب انتشروا ودوروا بكل مكان وجيبوا الكلاب خليهم يفتشوا الأرض على السريع. يلا حاضر. يا أخي ماركو سجلوهم مثل الخلق، فوتوا لي الدنيا ببعضها وبتعلقوني مع المحاسبة. حقك علينا. يلا روحوا شوفوا شغلكم. تأمر. آدم شو صاير؟ في مشكلة؟ ايه والله معلمي جيهان مانو منيح. كان منيح؟ كيف يعني؟ شو قاعد تقول؟ يعني كان مبين شارد بس. بس شو؟ اسمعني، قلع نورتان خانو. جد عم تحكي؟ ايه. ليش؟ لكو انا شو بدي عرفني؟ بس علقانة بينه وبين إلهان بيك. اي بيتخانقوا وكتير عادي. لك هالمرة غير شغيلة، مو هيك قالوا؟ يعني ترك البيت على الأخير هالمرة. اسمعني لأقول لك، انت بتحبه لهالزلمة واني بحبه. والله حالته صايرة ما بتطمن. لكو اجا اعمل حالك مو سمعان بأي اشي. ايه خلص بيناتنا. اهلين معلم. اهلين آدم. ما نمت؟ فيك تقول هيك. مشكلة مع موجدة؟ لا مو هيك. لا مع أنه الأمور مو منيحة، بس هي ما لها علاقة بقلة النوم. جيهان في شي محابب تحكي عنه؟ يعني في شي خاص كان كالعادة متضايق شوي. بعرف يعني، ونحنا منزعل بس منقدر ننام عادي. ولكن هون إذا حابب تحكي بعدين. ها ما عم يرد. إلهان ابننا عم يتهرب مننا وكرهاننا من وراك انت. قولاي اتركي يفهم عماله. نحن شو بنحسن نعمل؟ بدنا نستنى. أنا ما رح استنى أكتر، ما بتحمل. لكن قليلي شو ناوي تعملي؟ عم يطلبوك تروح تخدمون؟ قولاي استوعبي هذا شغل. ولك شغل شو هاد إلهان؟ عم قلك ابننا خلص تركنا وراح، واللي عيشونا بهي المصيبة بدك تروح وتقلن على عيني وراسي؟ شو ألفز لك يا هي؟ ها؟ شو شايفتيني عدوك؟ ولك إذا ابننا ما بده يرجع على البيت، إيه أنت عدوي إلهان، أنت عدوي. كيفكن يا شباب؟ لا تكونوا أخذين موقف. شو أنت ما بتحس؟ أنت حبستني وحاولت تعذب جيهانجير وجاي تسأل كيفكن؟ كان تجاوزنا هالقصص، قلبنا الصفحة. هون لازم تنسى المشاكل بسرعة، نحن محتاجين لبعض. أنت هيك مفكر؟ هذا هو الواقع، وإذا بشي يوم ما احتجنا لبعضنا بيكون حدا فينا مات. مرحبا.
شو عرف جيهانجير؟ بعدين بحكي لك. وهي الضيف المنتظر وصل. متوقع انه يكون واحد من القتل المأجورين للحلقة، بس شكله حدا من فوق. هالزلمة قطعا اقدم من الخيار. ما بحب الجمل الافتتاحية، بس يعني هذا العصر الجديد للحلقة، والسفر رح ترجع تبحر. حضرة الوكيل رح يكمل مهمته معي، ما نو شي جديد، بس في امور تغيرت. حتما صرنا اقوى. كتير منكم سمع عن روحي بيك، له سنين بيشتغل مع الحلقة وشخص محترف، وهالشخص بده يشتغل معنا لحتى يقدم لنا الدعم. اي المهمة الأولى من مهام الحلقة رح تبدأ. وكيل بيك الكلام عندك. عندكم مهمة تسليم، ورح يعطوكم الأمانات بالشنتاي. هي أمانة عندكم وما بتعطوها لحدا لحتى نخبركم بالزمان والمكان. وهالشنطة بالمكان والزمان المحددين رح تسلموها لروحي بيك. طيب شو رح يكون في جوا الشنتاية؟ وكيل بيك وضح لكم شي بهالخصوص؟ ما وضح، معناها ما بيخصكم. رح نعرف بس ناخذها لا تقلق. ما رح تشوفوها، الشناتي ما رح تنفتح، في خطورة، الشرطة لاحقتنا، رح تنفذوا التعليمات حرفيا. شو المنطق بالموضوع؟ ولا هذا اختبار؟ عم تختبر شجاعتنا؟ عم تختبر صدقنا؟ إذا ما بدنا نعرف شو في جواتها، شو قلنا طعمة؟ بعتوها بالبريد؟ شو اللي عم بيصير؟ ما عم بفهم. هاد مانو عرض، هذا أمر. حرية التعبير عن الرأي والتنظير بفضل يضلوا بالدروس. وهلأ صار فيكم تمشوا. جيهانجير، جيهانجير يا ابني، بس دقيقة. جيهانجير كان يا ترى شو حكى لك هذا الولد؟ ما حكى لي ولا شيء، ما بده يعني يتدخل. خير يا بطل، ليش عم تتطلع بهالطريقه على ابوك اسكندر؟ هالولد اللي اسمه جيهانجير ليش عم يعلي صوته عليكم؟ بظن إنها مشكلة شخصية وقلة ثقة، ما له علاقة بالحلقة. قصص الحسابات الشخصية وردات الفعل الغبية والمنافسات يلي ما لها داعي، كلها بتأثر خط القدر تبع الإنسان، مو هيك يا روحي؟ بيعرفوا إن روحي حدا مهم، الجاسوس بيسرب هالمعلومة ورح تفكر الشرطة تعتقل روحي بيك. نحن رح نعطي كل واحد عنوان مختلف ونراقب مكان التسليم لكل حدا، ووين بتروح الشرطة رح يتقوص الجاسوس اللي سرب الخبر. أنا ما بتهمني لا المخططات ولا المؤامرات، أنا بيهمني القدر وأحكامه علينا يا ولد. الشخص اللي بيعاند قدره وبيعتمد على حظه بالنجاح بيلفت نظري أكتر، ويمكن يضل في قطعة ناقصة باللوحة. وأنا بدي كل شي واضح، بيهمني أعرف التفاصيل، مين حظه بيخدمه ومين بيكبر راس على الفاضي، لازم أعرفهم. بدنا نعمل
ألو، عم بحكي معك، بدنا نعملها؟ القرار بيرجع لك. والله إنك تشتغل وإنت بهاي الحالة، ما بعرف إذا هالشي بيريح بالك، بس يعني إذا بدك خليها لألي. خلصنا بلا سخافة، خطرة عليك ما بخليك. عم بحكي جد، إنت مو عبعض. خلصنا كان، دخلنا سوا ورح نكمل سوا. هالرجال بيوم رح يصير الوكيل تبعي، يا ترى انتبهت؟ ما له علاقة، ألتان شرطي قديم ورجل استخبارات فأكيد بينشك فيه. انشك فيك انت كمان يا وكيل؟ رح أبدأ التوزيع. هو بيزاد سيدي الشناتي رح تتسلم لهالزلمة، وانه جاي يدعم الحلقة كله كذب، واضح انه هو من فوقه حتى تشاتاي والوكيل غيروا تصرفاته. إذا مسكناه بتهمة قتل تاجر المخدرات، فينا نحقق معه، شو نعمل سيدي؟ ماشي، رح نعمل يلي بتشوفيه. لا، هالزلمة ماله على بعضه أبدا. مزعوج مشان لعبتي. سألتك وما حكيت، وبعدين اجيت وتخانقت مع بابا وعم تخبي علي ومدري بشو عم تتهمه. ليش ما بدك تقول شي جهانجير؟ إذا كان هيك أسلوبك ما فينا نكمل مع بعض أبدا. ليش مو واثق فيني؟ لا، موش دواثق. على أساس نحن رفقات وكل الرفقات بيوثقوا ببعضهم على فكرة جهانجير. ليكي، أنا ما كذبت عليكي بشي ولا بكذب على حدا، وإذا القصة بالثقة أنت اللي ما وثقت فينا. لو بتوثقي كنتي قلتي جهانجير مانو هيك، ولا ممكن إنه يكون هيك حدا. قلتيها؟ لا، بس إيه معك حق، بدون ثقة ما فينا نكون رفقات. تمام، بهي معك، بس أنا رح كمل. لا أموج، لا تكملي، وصلنا لنقطة الخناق والعتب. على قولتك ما في صداقة وما في ثقة، وبدون ثقة ما فينا نكمل سوا. الأفضل نوقف. أنا بدي أخذ نفس لحالي شوي. الخدمة علينا. إيه؟ كيفه المعلم؟ أحياناً عم ترتفع حرارته وعم بيدوخ شوي. أوف، أنا مالي عارفاني، الزلمة ما بيتحمل زعل أساساً، وفوق المدير مختفي. طيب، بس أنت ما تبالغي، خفي عليه، إذا حس أنك مزعوجة وخايفة عليها القد رح يتضايق زيادة. ما تشوفي هيك هو عاطفي، رح تقولي شو عرفك؟ تتذكري لما زرناه لنحكي عن مرضه؟ رغم أنه كان معصب منا شو عمل؟ سألنا إذا جوعاني، وبعدين هو متعود يعيش طول عمره على التوتر. التوتر بيفيده، ولما نعمل المداهمة رح يرتاح، وإذا أخذنا روحي ما بيضل فيه شيء. في خبر عن جاسوس. لكي كيف تحولت جاسوس ومدري شو، عودتوني على هالألفاظ، صرت شرطي على الأخير. ما بعرف، حسه بيختفي مرات فجأة، بس انت بتعرفه، ما فينا نراقبه، رح يحس علينا.
بلا ما نضايق. أنا معك، نحن في عنا طريق مختصر، بس أنت ما بترضي. مثل شو؟ الظرف اللي أخذتيه أكيد في أجوبة. تعرف شروط فتحه ما هي؟ الأحسن تقلي إن شاء الله إنك ما تضطري تفتحيه. ليك إذا بتعيدها رح أزعل منك، والله نتزعل أنا وياك. إيه بس أنا مو قصدي ننطر ليتحقق الشرط، أنا عم قول نفتحه هلأ. معلم أهلين، بدي أقول لك شلونك. بس معلم هاي الشنطة جابوا لك إياها من شوي، يعني إلك ولكان طبعا. صراحة جربت أفتحها لشوف شو فيها بس ما كانت تنفتح. آدم ليش عم تفتح الشنطة اللي إجتنا بدون ما تعرف شو فيها؟ هو ما حاولت كثير بصراحة، بس منظره اللي جابها ما ريحني، فقلت خليني أجرب وأشوف. وصلت؟ أي وصلت. شو فيها؟ قلنا ما بدنا نشوف. عم جرب حظي. شو هي؟ شنطة بنتي. ايه لاحظت، بس لما شفتها فوق الطاولة. على فكرة انا ما بعرف انه عندك هيك شنطة. صار في عندي بنتي صار. سيدي قولي. رسالة من كان بالمكان والوقت. العنوان يلي رح تسلمها فيه هون. شلون يعني بدي سلم؟ وشو في جواتها الشنتاي؟ ما لك علاقة شو في جواتها، اعملي اللي عليك وبس. أنا سمعت بشي وفهمت إنه صعب يتخلوا عنك يا حضرة الوكيل، بس مو لدرجة إنك شاغلني بأوامرك. لسه بقيان كتير لأتقاعد إذا كان هيك قصدك، وهذا مانو شغل بأوامري، هذا شي لازم ينعمل. رح يقابلك هنيك روحي بيك. يعني ضروري أنا وصله بإيدي؟ إيه بدك توصل له شخصيا. يمكن أنت مانك متعود تاخد أوامر، بس من اليوم ورايح الأفضل تتعود تاخد الأوامر منه. بكل حياتي المهنية شفت كتير ناس معتمدين على مراكزهم، ولا حدا منهم كانت نهايته منيحة. وهالموعظة هي عم يقولها شخص يعتبر ميت بالنسبة للمدراء تبعه، من له حياة مهنية ناجحة. خلصوني بلا لعيب كتر حكي. قلتان لو هالشي مانو مهم ما بينطلب منك، وصله بسرعة على مكانه وبلا لعيب. تمام شتاي بيك. المكان والوقت وصلونا هلا، بقى كتير صعب نوصل قبلهم. يا دوب نوصل مع بعض. هنيك بده يقابل حدا واحتمال يكون حدا من فوق. بالأول لازم نتأكد إنه قابله ونتحرك بعدين. اللي عم قول عنه من فوق احتمال يكون قاتل تاجر المخدرات أو حدا بيعرف شي عن مديرنا. اتفقنا؟ يلا اتحرك. قلتان ديميروز هلأ غادر الموقع سيدي. مو وقته، خليك ماشي وراه ورح بعتلك مؤازرة هلأ. خلينا نلاقيه ونتمنى يوصلنا للمدير. طيب أمرك سيدي. ظهار إديكين عم يلاحق قلتان، لازم نمسكه بالمكان اللي رايحه. تمام سيدي. انت شوفي هداك الموضوع وانا بشوف شو وضعك. سيدي مو احسن سوا؟ لا لا لا، ما عنا هيك مجال ولا وقت. انت روحي لعند اتكين واهتمي بهداك الموضوع. يلا يلا يلا.
ترى شو فيها شنطة؟ ما بيهمني شو فيها، خلينا نوصلها وبكفي. ما تكون قنبلة، وإذا كانت هيك مالك مصلحة تلمسها. جانجير، حالتك صايرة غريبة وما عم بقدر أفهمك أبدا. مالك مهتم بشي؟ يعني مو فارقة معك، منشتغل ما منشتغل، منروح ما منروح. فعلا ما عم تفرق معي كان. أنا ما عاد عندي حماس لشي. أنت قلت خلينا نروح ونوصل الشنطة وأنا وافقت. ولو قلت لي ما نروح كنت بقول لك طيب معك حق ما منروح. يعني ما بعرف شو هو الشيء الأفضل، وما عندي رغبة إني أعرف. والله التعب وقلة النوم أرهقوني. وما في شيء تاني؟ لا ما في شيء تاني بنوم. وصل اسكندر أكاي. خليك عم تستنى أمري يا ولد. لوين اجينا نحن؟ ما في حدا غيرنا هون. كأنه بعتين كل واحد على مكان. ما بعرف، فينا نقول هاد شغل الحلقة. توقعت يكون في مشاكل. ايه تعرضنا لبعض المشاكل بس عم تنحل.
وتشاتاي لساته عم يدور على أخويا ترى؟ وهداك عنده مشاكل تانية لازم يحلها ضروري. واللي فوق إجا شي؟ إيه، إجا بطريقة مؤثرة وأقسى كتير من اللي توقعته. لقاءاتنا هلأ صارت بتشكل خطر علينا نحن الاثنين، ولهيك هالفترة بدنا نحاول نختصر قد ما نقدر. احكي بوضوح أكثر حضرة الوكيل. يلي فوق إجا وعيونه علي، لأ وفوقه عم يدور على الجاسوس بالحلقة، ولأني بعرف المركز تبعك جنب جنكيز خان من قبل وبعرف أنك كنتي عم تديري له أعماله، فأكيد أنا ما رح شك فيكي أبدا. شي طبيعي، بس ما فينا نفسر هالشغلات قدامي اللي فوق. إذا دريوا بلقائنا هالشي كافي ليقتلونا بثاني وحدة بدون ما ترفلون عين وبدون أي تردد وبلا ما يسألونا أي سؤال واحد. عم تفهمي علي؟ أي معك حق. طيب وبمين عم يشكوا هنين؟ يعني قصدي الجاسوس مين وشو هي مصلحته؟ بتصور بقدر ساعدك بشي ليك عم بيسألك؟ جوابي هو لا يا أميرة خانو، بس كوني واثقة بعد شوي رح تنحل القصة ونوصل له. في حدا جاي. خليك جاهز. إذا كانوا الشرطة قتلون اثنين هتو. شباب استعدوا. باللحظة اللي كان بيسلم فيها الأمانة نحن لازم نتحرك، مفهوم؟ قال لي شو القصة؟ في تغيير بالخطة؟ مين انت؟ مين انت؟ انا اللي حستلم منه. روحي بيك بعدني استلم بداله. كان رح يجي شخصيا. انزل سيدي. الحلقة عم تلاحق الجاسوس، شكلهم قربوا يوصلوا. يشغل بالي على كام. وقف وقف وقف، استنى، امشي امشي، لغينا العملية. امشوا، روح روح. السيارة عم تقعد. ممتاز، نفذوا بالقناة. أتاندي ميروز، اترك الشنطة وارفع ايديك. يلا الشرطة هون. خلصوا عليه. آخر لحظة، والله كنا روحنا على دولة. بهار،
بهار بهار اسمعيني بهار، ما ترجع الآن، لغينا العملية، هذا فاخر. بهار احنا شو عملنا هلا؟ ما بعرف، كان سلمنا وخلص، ما تهتم. يعني خسرنا الفرصة اللي بيدينا، بس على الأقل ما خسرنا كان اليوم. كيف؟ ما فهمت. رح فهمك، تعالي بسرعة ونتقابل بالبيت الأخضر. سيدي، في شنتاية بموقع الجريمة، قلتان كان حاملها. ما تلمسوا الشنطة، الحلقة عملوا اختبار مين المخلص ومين لا، طلبي عنصر من الهندسة ليفتحها. حلينا مسألة الجاسوس يلي بيناتنا. برأيك انحلت بهالسهولة يا وكيل؟ ألتان ديميروز باعتباره شرطي قديم كان عم يلعب علينا وعليهون، بتصور حلينا هالمسألة بدون ما نترك أدنى شكوك؟ لا، هذا ما فينا نسميه حل. قدرنا نوصل لنتيجة؟ طبعا، في جاسوس ومات. مظبوط، بس هيك انحلت؟ انحلت المشكلة؟ تشاتاي؟ خياط؟ على حسب ما فهمت، جنكيز خان بعد ما انكشف ألتان اتصرف وعطى أمر بخصوص هالشي. هاد أمر إنه يتصفوا فورا، بس أنتوا منعتوا موته. سويت اللي نمرت فيه. خياط، انت طول عمرك هيك، نفس الجواب على اي سؤال، نفذت الاوامر. طيب ماشي، لك رح نسأل يلي امر. ما كفاك انك منعت موته، لا واخدته لعندك كمان. تشاداي الرجال طلع خاين. اخ منك يا وكيل، يعني ألعيبك ما عم تخلص وخدعك ما كانت تنتهي. اللي عم تعمله مو بس عم يأذيني، عم يأذي الحلقة كمان، لاحظ ما هيك؟ ألتان هو بالأصل مانو جاسوس، بس بعد ما رميته بالفخ بيّن إنه هيك. ما بقبل هالشي تشاتاي بيك، وإذا ملاحظ أني غلطت بهالقصة فأنت غلطان. برأيي سكرنا هالموضوع. لا، ما رح نسكر عليه، لسه بدنا نحكي. بدنا نحكي مع تيمور بيك شخصياً. ممكن حدا يفهمني شي؟ أنا رح فهمك. شناتي فاضية، خدعونا، سلموا شناتي فاضية. فاضية؟ إيه فاضية. وبالنهاية ألتان ديميروز مات. بجوز ما مات. إذا بتريد كان مالي بحالة اتحمل فيها مزحك. مزح شو؟ أنا ما عم بمزح. هالرجال ما مات من قبل ورجع عاش؟ إيه رجع، ولهيك عم بسأل. شش،
خلصنا. وانت روقي بهار، ما لك علاقة باللي صار مع ألتان. أنا اللي كان لازم انتبه. أنا لو كنت بعرف أصلاً أنه رح يكون مشارك بامتحان الجاسوس ما كنت بعتت وراه بهار. يعني اللي بفهمه منكم، لو تحركت مشاني كنت رح نقتل مثل ما صار مع ألتان؟ إيه. طيب وانت شلون عرفت بهالشي؟ الحلقة عم تلاحق الجاسوس، شكلهم قربوا يوصلوا له. انشغل بالي على كام. وقف وقف وقف، استنى استنى، امشي امشي لغينا العملية، امشوا، روح روح، يلا روح. التجربة وخبرة سنين خلتني شك. يعني شوف، انتو كنتوا رح تجتمعوا بنفس المكان وروحي كان رح يستقبلكم، مو هيك؟ ولما رحتوا انتو وجيهانجير لوحدكم لهنيك، فهمت انه باعتين كل واحد فيكن على مكان مختلف، واللي بتجي وراء الشرطة رح يقتلوه، هيك؟ تجربة كتير مهمة طبعا سيدي، مهمة. بس يعني سيدي تعرفني أنا، لما شك بشي بتضايق، فخليني أسألك اللي عندي براحتي وانت بتجاوب. في مجال ولا صعب؟ شو سؤالك؟ عندك مصدر بالحلقة غيري؟ من وين هالكلام؟ من عندك بهار؟ لا سيدي، ما لي علاقة. انت سألتني بوضوح، ناطر مني جواب واضح، ما هيك؟ مصدر تاني غيرك جوات الحلقة ما في. ارتحت؟ كان في جاسوس بيناتنا، سرب كتير معلومات مهمة كان ممكن تدمر كل شغلنا وسلمها للشرطة. هالشي خرب علينا كتير من أشغالنا المهمة. بالواقع أنت مانك مسؤول عن اللي صار يا تشاتاي، المسؤول عنه ألتان ديميروز، وتمن هالشي دفعه من روحه. مع هيك أنا ما فيني غض نظر عن القسم اللي أنت مسؤول عنه كمان. أخذت قرار ورح أتحمل نتيجته. طبعاً رح تتحمل نتيجته يا ولد. الشي اللي مزعلني إنه ألتان قدر يخدعك ويضحك عليك بسهولة، ونجح فيه بكل أسف. شكله صراعك مع أبوك ومحاولاتك لتقنع الناس فيك متعبينك أكتر من اللازم. والتعبانين يا ولد غالباً ما بيقدروا يلاحظوا الأخطاء يلي بيسووها. أنا خلال هالوقت كله كنت عم أشتغل. الخطأ بيصير، كل واحد ممكن يغلط، بس مو كتار يلي بيقدروا يعترفوا بأخطائهم، ولهيك هن المستحيل يتطوروا. وأنا مو هيك، ما بتصرف هيك ولا بفكر هيك. وإذا عملت غلط بتقبله، بوقف وبفكر، وهيك بخطط لمستقبلي.
اللي في عندك ميزة تانية تخلينا نغفر الأخطاء يلي ارتكبتها يا تشاتاي؟ أبي عودني دائما على تحمل المسؤولية. برافو عليك يا ابني، جوابك عجبني. يلي بيعترف بغلطه ما بيحاول يحمل المسؤولية للي حواليه بيكون قائد، مو هيك يا حضرة الوكيل؟ أكيد يا بيك، شاتاي بيك بهالقصة تصرف بوعي. مع هيك بدي منك حاليا ترتاح شوية شاتاي، وخلي الوكيل هو اللي مشي أمور شغلك بالفترة اللي جاي. ما عم ميز بينكم ولا عم قول هو أفضل أو أنت أفضل، أصلاً نيناتكم طريقكم نفسه. أوعى تنسى نيناتكم حفرتوا نفس الحفرة مع بعض. حضرتك أدرى مكاني، بتعرفوا وقت بتحتاجوني بتلاقوني. يا وكيل انت استنى مني خبر. تأمر. شاتاي يا ولد، ما توقف بوش الهوى وانت عرقان. كوركوت. وصلني شوية حكي ما ريحني. قالوا لي عم تحكي يمين وشمال كلام عني. قال انت بإيدك قتلتني وعم تحكي عن الحادثة بتفاخر. مظبوط اللي سمعته يا ولد؟ إيه، أنا قتلتك ودفنتك، أنت بالنسبة إلي ميت من سنين. أما حكايات الأمنيات وقصص الخيال هنن العزاء للناس العاجزة قدام القدر يا كركوت، وكل قبر ممكن يرجع ينفتح.